كتيبة الاستنزاف المسلمة. ما الذي جاء بهؤلاء المسلمين لمحاربة بوتين في أوكرانيا؟ في أحد المطاعم التترية على أطراف العاصمة كييف، تم تحديد موعد مقابلة قائد القوات المسلمة على الجبهة الأوكرانية. هو من حدد المكان الذي حرص أن يكون نموذجاً للتراث التتري. استقبلني عيسى أكاييف بابتسامة وترحيب وبادرني بقوله: حينما علمت أنك مصرية وافقت فوراً على لقائك، رغم أنني متوجه إلى الجبهة الآن، لأن لمصر والمصريين عندي مكانة خاصة بسبب محبتهم لجدي. فالرجل هو حفيد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس. نعم، فأصل الظاهر بيبرس البندقداري يعود إلى شبه جزيرة القرم، ذلك الإقليم الذي احتلته الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية عام 1783، ومن ثم شرعت بإبادة التتار وتوطين الروس بالقرم. تبعها ستالين الذي قام بإبادتهم وتهجيرهم مرة أخرى عام 1944. أكاييف هو رجل أعمال ترك كل شيء خلفه وتحول إلى مجرد مقاتل من تتار القرم، وهو أيضاً قائد الكتيبة التترية على جبهة القتال الأوكرانية. بل هو القائد الرئيسي لجميع الكتائب المسلمة التي تحارب تحت راية أوكرانيا، من تتار وشيشان وتاجيك وأوزبك ومؤخراً سوريين وغيرهم. حالياً تستقبل الكتائب المسلمة وجوهاً جديدة من المسلمين أصحاب الثأر مع بوتين. فها هو عبد الحكيم الشيشاني الذي كان قائداً لكتيبة أجناد القوقاز بسوريا على مدار أعوام، ينضم ومعه رجاله إلى كتيبة جوهر دوديف، بينما يلتحق به مسلم الشيشاني في كتيبة شيخ منصور على الجبهة الأوكرانية أيضاً. أما أول فصيل سوري يذهب للحاق بكتائب المسلمين في أوكرانيا فهو 160 سورياً من رماة صواريخ التاو، عرفوا في سوريا باستهدافهم للمعدات العسكرية الروسية. صارت تلك الكتائب المسلمة بمثابة كنز، فلديهم ما يقاتلون لأجله حتى الموت. أوطان ضائعة اغتصبها الروس، وأجداد تم تشريدهم أطفالاً على خلفية هويتهم الدينية والعرقية، لتتحقق بهم مقولة لينين أن روسيا سجن الشعوب. هكذا أكملت روسيا السوفيتية ثم البوتينية مسيرة الإمبراطورة كاثرين ورومانوف وستالين. الحرب ربما تستمر طويلاً، وستنبثق منها حروب أخرى جزئية، وسينتج عنها جماعات وكيانات جديدة ستعيد دورة حياة تنظيمات أفل نجمها، لتجتاح العالم نوبة جديدة من الإرهاب برعاية بوتين.